فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج فوكس. موضوعنا لليوم باش يكون مظهر للسيجاريت إلكترونيك. الدخان هو طاعون العصر هذا، ولكنه يختلف عن الطاعون اللي تسبب الجراثيم، حيث تظهر أعراض مرض الجراثيم على الضحية خلال أيام قليلة، بينما الطاعون هذا ما تظهرش عليه أعراض على الضحية إلا بعد سنين، وتسبب الإصابة بالأمراض اللي كانت تظهر نتيجة في التقدم في العمر كما السرطان وأمراض القلب. هذاك علاش ما تعرفتش الحقيقة متاع الأضرار متاعه في الأربع قرون الماضية. الدخان هو السم القاتل، ويحتوي على آلاف الكيميائيات وأعداد من المواد المشعة والمسرطنة، بما فيها بولونيوم 210 المشع اللي يخلي التبغ أخطر سم قاتل للإنسان المدخن، وإلا اللي مش مدخن أما يستنشق الدخان من اللي دايرين به. الدخان لفافات السعادة القاتلة. منذ 5000 عام كان التوجه متاع التدخين هو علاجي، على خاطره كان يسكن الآلام ويحسن في المزاج، وما كان حد في باله اللي اللفافات هذه تعبث بهرمون السعادة، ومن الممكن إنها تكون قاتل متسلل يفتك بالقلب والرواري والمخ. حتى لاحظت هيئة الصحة البريطانية، وهنا بدأت المحاربة متاعه إقناع الناس بالتخلص منه. وفي ديسمبر من عام 2019 أفاق العالم على نقطة تحول كانت باش تكون فارقة، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية اللي ثم انخفاض ملحوظ في عدد المدخنين للمرة الأولى من وقت تفشي الظاهرة بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أنه الخبر المفرح هذا ما دامش برشا، على خاطر صارت كارثة أخرى وظاهرة جديدة بدأت تتفشى في أمريكا وبريطانيا، وكانت في البداية تساعد على التخلص من إدمان التبغ، إلا أنها باش تعاود نفس السيناريو وبصورة أقوى، اللي هي السيجارات إلكترونيك ولا اللي تتعرف بالفاب. ولينا في عالم يقلع التدخين ويدمن النيكوتين. سيجارات إلكترونيك زعما باش تكون هي القشة اللي تسحب الغريق، مقابل كل لحظة سعادة أعطاها الدخان ثم في المقابل إدمان حقيقي. وبدأ المجتمع العلمي في البحث للتخلص من الإدمان هذا، وتجي أول بوادر من الصين عن طريق السجائر الإلكترونية، ويتكون الدخان العادي من نحو 500 مركب كما النيكوتين والقطران وأحادي أكسيد الكربون، ويعتمد المبدأ متاعها على حرق التبغ باش تتحرر كل المركبات اللي فيه، وهكا تذي الرواري والقلب والدم، فيما تكون مهمة النيكوتين هي الإدمان، والبدن ما عنده حتى مشكلة في التخلص من حتى مركب من مركبات الدخان إلا النيكوتين اللي هي معضلة حقيقية لبرشا ناس. وهكا اعتبرت اللي السيجارات الإلكترونيك خطوة جديدة في المساعدة على التقليل من كميات النيكوتين وقت الاستنشاق متاعه للمخ عن طريق الدم، ويستجيب المخ عن طريق تحفيز إفراز الأدرينالين واللي يؤدي لزيادة معدل ضربات القلب والتنفس، وتحفيز إفراز الدوبامين اللي يعطي شعور بالسعادة للشخص المدخن. وأول ما ظهرت السيجارات الإلكترونيك كانت باش تكون ثورة في المجتمع الصحي وعالم مدمني التدخين، إلا أنه أضرارها كانت خطيرة برشا، ومن أهمها خطر الولادة المبكرة وموت الجنين في بعض الأحيان. تتسبب زادة مشاكل واضطراب في النوم، جفاف الفم، تشنجات في الرواري، وجايع في المفاصل. واستبدال الدخان العادي بالفاب يقلل من فرص تنحيط الدخان، وساعات يولي الإنسان يحتاج المساعدة الطبية باش يتخلص منها. وختاما، وبعد ما تعرفنا على أضرار الفاب لكل مدخن ومدخنة، كون صورة صحيحة على مدار التدخين، وبعد روحك على الدخان وتأكد باش ما تعرضش صغارك لخطر التدخين السلبي كي يبدأوا متواجدين في محيطك وانتي تتكيف. وكانت هذه حلقتنا لليوم من فوكس. كانت معكم أروى غيث في الإعداد والتقديم، ومحمد قدح في الإخراج. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.